الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ويسر أمورنا واستر عيوبنا وألهمنا رشدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. وكنا وقفنا على صلاة الوتر، وفي وقت صلاة الوتر تكلمنا على عدد ركعتها في الجلسة الماضية وكيف تصلى، ونقف اليوم ونبدأ من قوله: ووقته بعد صلاة العشاء وطلوع الفجر، ووقته بعد صلاة العشاء وطلوع الفجر. احنا بنقرأ من الايه، من المتن، هنا من متن الشرح. انا عندي بعد صلاة العشاء، ده في الهامش، انا عندي في الهامش بعد، وفي الصلب بين، وبين هنا بمعنى بعد برضه. وقته بعد صلاة العشاء وطلوع الفجر، فلو أوتر قبل العشاء عمدا أو سهوا لم يعتد به. يقول: ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر. والمراد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما، يعني لو صليت العشاء جمع تقديم مع المغرب، هو في الحقيقة لسه وقت العشاء ما دخلش، لكن تستطيع أن توتر، لأن العبرة وقت الوتر يدخل بعد أداء صلاة العشاء وليس بعد دخول وقت العشاء، أي بعد أداء وقت العشاء. فلو أديتها في وقت المغرب جمع تقديم مع المغرب، دخل وقت صلاة الوتر، ودخل وقت صلاة الليل، ودخل وقت صلاة التراويح في رمضان أيضا. حمر النعم، حمر النعم اللي هو النوع النادر الغالي من الجمال، اللي تبقى جمال حمراء معروفة يعني. والنعم اللي هي سورة الأنعام بينتهم، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الغنم اثنين، ومن المعز اثنين، اللي هي دي الأنعام. وهي الوتر، والوتر ينفع فتح الواو وكسرها لغتان، وهي الوتر، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر. والمراد من العشاء لا الوقت بل الصلاة، أي من أداء صلاة العشاء. والمراد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما. والمراد طلوع الفجر، احنا عندنا فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب اللي هو ايه؟ زي ما قلنا، اللي هو بيبقى مستطير وقبل الفجر الحقيقي بحوالي 40 دقيقة. لكن هنا الفجر المقصود به الفجر الصادق، اللي هو تجب به صلاة الفريضة، اللي هو بيبقى مستعرض في الأفق. والمراد طلوع الفجر الثاني أو الصادق. ويسن بقى جعل الوتر إمتى؟ آخر صلاة الليل. يعني لو كنت أنت ناوي تصلي صلاة بالليل، يبقى يسن إنك أنت تأخر صلاة الوتر لآخر صلاة الليل. لخبر الصحيحين: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإن كان له تهجد، لو كان معتاد إن هو بيصلي تهجد في الليل باستمرار، وهنتكلم على صلاة الليل دي بتؤدى ازاي. فإن كان له تهجد آخر الوتر، أخر الوتر إلى أن يتهجد. فإن أوتر في الأول ثم أراد أن يتهجد، وده سؤال كتير بيجي للناس، فإن أوتر ثم تهجد لم يندب له إعادته، لا يندب له إعادة الوتر مرة أخرى، بل لا يصح، بل لا يصح لو أراد أن يعيد، لا يصح، لخبر لا وتران في ليلة. وفعله آخر الليل أفضل، ولو فعله آخر الليل أفضل منه أول الليل. وذلك لمين؟ لمن وثق بيقظته آخر الليل.
وأما من لم يثق بيقظته آخر الليل، عارف من عادته بينام يصحى الفجر، يبقى ده يوتر قبل أن ينام. لكن التاني معتاد إن هو بيقوم قبل الفجر بساعة كل يوم، متعود كده، يبقى ده يأخره بقى أحسن. وأما من لم يثق بيقظته آخره فيوتر أوله، لخبر مسلم من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني بيحضرها الملائكة. فإن فعله بعد نوم، لو عمل بقى الوتر بعد نوم يبقى وتر وتهجد في وقت واحد، يبقى وتر وتهجد، لأن التهجد هي صلاة بعد نوم، صلاة بعد نوم، فلو فعله بعد نوم يبقى يسموه وتر وتهجد. يعني ممكن ينوي صلاة الوتر والتهجد بنية واحدة، ولو لم ينوي تهجد وصلى بعد النوم واخد ثواب الوتر والتهجد ايضا. فلو اوتر قبل العشاء، طب افرض اوتر قبل العشاء، صلى المغرب وقعد شويه كده وقال ايه اما اوتر، بحيث ان انا اما اصلي العشاء امشي على طول بقى، ما يبقاش ورايا صلوات تانية، طلع في مخه كده، مخه رتب له كده. فلو اوتر قبل العشاء اي قبل فعلها، ولو بعد دخول وقتها او بعد فواته حتى، وقوله لم يعتد به اي لا وترا ولا غيره بالنسبه للمتعمد العالم، يبقى لو اوتر قبل اداء صلاه العشاء، يا سواء قبل وقتها او بعد دخول وقتها او بعد فوات وقتها حتى. يعني افرض انك انت نمت بعد صلاه المغرب، صحيت بعد اذان الفجر، فانت ما اديتش العشاء وفات وقتها، ما ينفعش توتر الا لما تؤدي العشاء برضه، فهمت ازاي؟ بالرغم ان فات وقتها. فلو اوتر قبل اداء صلاه العشاء لا يعتد به، ولا حتى نفل، ولا حتى نفل للمتعمد اللي هو العالم بالمسألة، ولا يعتد به وترا مع كونه ينعقد نفلا مطلقا بالنسبة للساهي أو الجاهل، إنما بالنسبة للمتعمد يعني العالم المتعمد لا يعتد به، يعني كأنه باطل، ولا حتى نفل، يبقى لا يعتد به وترا أصلا بالإجماع، سواء كان عامد او ساهي او جاهل، كويس؟ طيب، لكن يعتد به نفلا للجاهل والساهي، ولا يعتد به اصلا باي صوره للمتعمد، وعليه يصلي الوتر بعد ما يصلي العشاء تاني. فهمت بقى المساله دي؟ طيب، ثم بعد ذلك ندخل في موضوع اخر. يقول والراتب المؤكد من ذلك، بعد ما ذكر كل السنن الراتبة المتعلقة بالفرائض، قال المؤكد منهم أوي آكد منهم 10 ركعات، واللي هو غير مؤكد لكنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا 12 ركعة، يبقى كلهم 22 ركعة. والراتب المؤكد من ذلك كله 10 ركعات، ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. يبقى السنن المؤكدة اللي تحاول بقدر إمكانك ما تفوتهاش أبدا، ما تقللش عنها. ركعتين قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، يبقى كده أدي 10. لا ده لازم اكتبها صلح. لا احنا بنقرا في الهامش. احنا بنقرا في الهامش. وحديث البخاري بين كل اذنين، ما هو ده بقى غير مؤكد، الباقيين بقى غير مؤكدين، اللي هي تحط فيهم باب غير المؤكد ايه؟ تزود بقى، زود 2 قبل الظهر يبقوا 4. نعم. و2 قبل بعد الظهر يبقوا 4 بعد الظهر. مش كده؟ وزود كمان 4 قبل العصر. وزود 2 قبل المغرب. خلاص يبقى زودت 12 كده. وبعدين نحط الوتر. فسهله كده. والراتب المؤكد، اما غير المؤكد فاثنتا عشرة ركعة، فاثنتا عشرة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، مع الركعتين والركعتين المؤكدين يبقى 4 و4. خدت بالك؟ واربع قبل العصر، دول مش مذكورين في المؤكد خالص لان ما فيش سنة مؤكدة قبل العصر، لكن 4 قبل العصر سنة. وغير مؤكدة يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث عليها يعني بقوة، كويس؟ لكن التانيين النبي واظب عليها سفرا وحضرا،
وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء، يبقى دول يكملوا، يبقى السنة رواتب وغير الرواتب. ركعتين قبل المغرب، ما احنا بعد المغرب احنا قايلين مؤكد، احنا بنتكلم في غير المؤكد دلوقتي، مش تركز معايا. الرواتب المؤكدة قلناهم، فبيقول في الشرح في الحاشية: أما غير المؤكد فاثنتا عشرة، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد، وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء. لكن اللي بعد العشاء مؤكدة خلاص، هو ذكرها بقى. ومن ذلك كله أي من التابع للفرائض غير الوتر عشر ركعات. خبر المبتدأ الذي هو الراتب الموصوب بالمؤكد، وقول ركعتان بدل من عشر ركعات بدل مفصل من مجمل، لما بيقول في الهامش هنا: والراتب المؤكد من ذلك كله عشر ركعات، هم ايه بقى؟ ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. فبيقول ركعتان دي ده بدل مفصل من مجمل، وساعات كانوا يقولوا لنا بدل بعض من كل، لانه مع 10 ركعات الركعتين منهم، فهي بدل من 10، مش كده برضو؟ لكن بعض بدل بعض من كل او مفصل من مجمل. ثم بعد ذلك يتكلم على ثلاث نوافل مؤكدات مش متعلقين بالاوقات الفرائض. في ثلاث نوافل مؤكدات غير متعلقه بالفرائض، اللي هي صلاه التراويح وصلاه الضحى وصلاة الليل بترتيب الأفضلية كده. لكن هو بدأ بصلاة الليل على أساس إن هي غالبا ما بتكون مهملة من الناس، فبدأ بها. يبقى عندك صلاة التراويح وصلاة الليل وصلاة الضحى، دول برضو ثلاث نوافل لكن مش متعلقين بالفرائض، ما لهمش علاقة بالفرائض. وثلاث نوافل مؤكدات أي غير تابعة للفرائض، أحدها صلاة الليل والنفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، والنفل وسط الليل أفضل ثم آخره أفضل، وهذا لمن قسم الليل أثلاثا. والثاني صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 12 ركعة، هي أكثرها 8 ركعات، الوجه الضعيف 12 ركعة، فهو مشي في الشرح ابن القاسم على الوجه الضعيف، لكن المعتمد عندنا هي 8 ركعات. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى زوالها كما قاله النووي في التحقيق وشرح المهذب. والثالث صلاة التراويح وهي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، وجملتها 5 ترويحات، وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح أو قيام رمضان، ولو صلى 4 ركعات منها بتسليمة واحدة لم تصح، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. يبقى كده احنا خلصنا كلام شرح ابن قاسم الغزي في النوافل المؤكدات الغير متعلقة بالرواتب اللي هي الثلاث أنواع. نقرأ حاشية الشيخ البيجوري. قوله وثلاث نوافل مبتدأ، وقوله مؤكدات خبر، وأفضل هذه الثلاثة صلاة التراويح بالترتيب كده، ثم صلاة الضحى ثم صلاة الليل من حيث ترتيب الأفضلية. وعكس المصنف الترتيب للاهتمام بما هو أقل وجودا من الناس، علشان عايز يبين إيه الحاجة دي أهميتها، فبدأ بالحاجة المهملة من الناس عشان يبرزها في أذهان الناس. غير تابعة للفرائض، أشار الشارح بذلك إلى وجه إفراد هذه بالذكر كما قاله الشبرملسي. ليه هو يعني فصل الثلاث أنواع دول عن النوافل مطلقا؟ ما هو أصله قسمها، هو قسم نوافل الأول اللي هي شرعت فيها الجماعة زي صلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء، مش كده برضو؟ فصلها ودي نوافل برضو، وبعدين بعد كده جاب لك نوافل متعلقة بالفرائض وقسمها مؤكدات وغير مؤكدات، وبعد كده قال لك نوافل مطلقة غير متعلقة بالفرائض، دي النوع الثالث من النوافل اللي هي صلاة التراويح وصلاة الليل وصلاة الضحى. هيجي لك برضو نوافل أخرى ما قالهاش برضو، زي صلاة قضاء الحاجة وصلاة الاستخارة وسنة الإحرام وتحية المسجد،
وسنة الوضوء برضو دي نوافل، فما قالهاش هنا لأنه كان بغيته الاختصار، لكن لما تخش في الكتب المطولات تجدها موجودة. أحدها أي أحد الثلاث نوافل المؤكدات صلاة الليل، أي صلاة في الليل. أما يقول لك صلاة الليل أي صلاة واقعة في الليل، فالإضافة على معنى فيه، صلاة الليل مضاف ومضاف إليه، الإضافة هنا بمعنى فيه، ولو عبر بالتهجد لكان أولى. وهو التهجد يعني لغة رفع النوم بالتكلف، يعني ايه؟ انك تقاوم النوم يعني، يعني في كده ايه يعني زي ما تقول تكلف، يعني فيها نوع من الجهد. فتهجد لان الهجود هو النوم، تهجد يعني ترك النوم، زي تحنث، تحنث يعني ترك الحنث، يعني تعبد، مش كده برضو؟ لان الحنث العظيم ايه هو؟ الحنث العظيم، ويصرون على الحنث العظيم، إن هم لا يوفوا بعهد ربنا، ألسنا برب، ألست بربكم، العهد الأول، مش العهد الأول ألست بربكم، فالربوبية تقتضي العبادة. فلما لا يعبد ربه في الدنيا، ربنا سماه الحنث العظيم، لأنه حنث بالعهد الأول اللي هو عهد ألست بربكم. وعلشان كده قال لك تحنث أي تعبد، أي ترك الحنث، فهمت بقى؟ زي تهجد أي ترك الهجود، مش كده؟ يبقى إيه؟ يبقى معناه ان هو تكلف او بذل جهدا في رفع النوم. ده من حيث اللغة. واصطلاحا، اصطلاحا يعني ايه التهجد؟ صلاة بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد نوم. يبقى الاصطلاح اي صلاة بعد ما صليت العشاء ونمت شوية وقمت يسموها تهجد، ولو كانت قضاء فرض قديم، ولو كان منذورة، ولو كان مطلق نافلة، اسمها كل ده تهجد، ولو وتر طالما سبقها نوم. ده من حيث الاصطلاح. ولو كان النوم قبل وقت العشاء، سواء كانت تلك الصلاة نفلا راتبا أو غيره، ومنه سنة العشاء. يعني لو أخرت سنة العشاء البعدية وصليتها بعد ما نمت شوية وقمت بقت تهجد برضه، لكن لو ما صليتها بعد العشاء على طول بقت قيام ليل، صلاة ليل. يبقى الفرق بين التهجد وصلاة الليل ان الاثنين في الليل، بس التهجد سبقها نوم وصلاة الليل لم يسبقها نوم. على قدر الجهد، الثواب على قدر الجهد. فالانسان لا شك انه لو نام وقام بيبقى النوم بالنسبة له احلى، ومقاومة النوم بالنسبة له اقوى، وبالتالي ياخد ثواب اكتر من اللي هيصليها اولا. يبقى الإنسان لو هو عارف نفسه إنه بيقدر يقاوم نفسه ويقوم يأخر، لو عارف نفسه إنه ما بينام بينام نوم تقيل ما بيقدرش يقوم يبقى يقدمه. يعني له بعد صلاة العشاء يوميا يصلي ركعتين من قيام الليل، ويبقى ويواظب على كده طول عمره، يبقى من أهل قيام الليل. شوف قد إيه، مجرد يخلص صلاة العشاء بس يقوم كده يصلي ركعتين من قيام الليل، تقع سنة عشاء بعدية وتقع قيام الليل، ويبقى هو من أهل قيام الليل. سهلة، لكن ما ينوهاش تهجد لأنه ما نامش. لكن لو نام شوية وقام ممكن يقول عليها تهجد تمشي. واضح؟ ما هي أصل صلاة الليل إيه هي؟ أي صلاة تقع بعد أداء صلاة العشاء في الليل اسمها صلاة ليل مطلقا. يبقى سنة العشاء البعدية جت قيام ليل. يبقى النبي لما سن لنا سنة العشاء البعدية سنة راتبة جعل أمته كلها قائمة بالليل. شفت كرامة النبي بقى وإكرامه لأمته؟ كل الأمة بتاعت النبي قائمة الليل. شفت الحلاوة؟ لأن كل الناس بتصلي العشاء وتقوم على طول تروح تصلي ركعتين، والركعتين اللي تقع بعد العشاء اسمها قيام ليل، وبعدين يوتروا، يبقى برضو الوتر له ثواب قيام الليل. فإن أخرها ونام ياخد ثواب التهجد كمان، ثواب زائد على قيام الليل، مش كده برضو؟ ومش ولو ما صلاش غير العشاء في جماعه بس وما صلاش ليها سنن كانما اقام نصف الليل. من صلى العشاء في جماعه فكانما اقام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه مع العشاء يعني فكانما قام الليل كله. يبقى ايه؟ يبقى مع العشاء يعني معروفه كده انها مدرجه، المعنى مدرج مفهوم. او
بيقول بقى ايه، وهو اصطلاحا بالتهجد صلاة بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد نوم، ولو كان النوم قبل وقت العشاء، ولو كان النوم قبل وقت العشاء، قبل وقت العشاء يعني صلى المغرب وجمع مع العشاء وراح نايم شوية، فما دخلش لسه وقت العشاء، وبعدين قام مع أذان العشاء ابتدى يصلي التهجد، والناس بتصلي العشاء يبقى تهجد بالنسبة له. واضح الكلام؟ يعني العبرة بالآداب مش بدخول الوقت. أيوه. سواء كانت تلك الصلاة اللي هيأديها بعد النوم دي نفلا راتبا أو غيره، ومنه سنة العشاء فتدخل في التهجد برضه، والنفل المطلق والوتر أو فرضا قضاء أو نذرا. ولو صلى فرائض من اللي عليه، افرض قام بالليل قال بدل ما انا اصلي تطوع ما انا اصلي فرض من اللي عليه، ما انا اصلي وانا صغير قعدت سنتين سافرت فيهم ما صليتش فيهم، فانا عايز اقضي صلاه سنتين، فيقوم بالليل بدل ما يقعد يصلي تطوع يصلي فرائض مما فاتته، يبقى بياخد ثواب المتهجد وثواب الفرض اللي بيعمله برضه معاه. يبقى لا يشترط انها تكون مطلق تطوع، افرض او نذر على نفسه ان يصلي بالليل كل يوم ما حي 6 ركعات 4 ركعات اي حاجه، فصارت هذه الصلاه بالنسبه له منذوره، فاصبحت واجبه في حقي لانه نذرها على نفسه، يبقى ساعتها برضو بياخد ثواب التهجد وهي صلاه منذوره مفروضه. فهمت بقى المساله؟ ومنه سنه العشاء والنفل المطلق والوتر او فرضا قضاء او نذرا، فتقييده بالنفل جرى على الغالب، وكذلك قول الخطيب واصطلاحا صلاة التطوع في الليل بعد النوم كما قاله القاضي حسين. القاضي حسين قال ان ايه، ان لما نقول تهجد او صلاة بالليل هي صلاة تطوع مطلق، انما ده القاضي حسين ده من اصحاب الوجوه من الشافعية الكبار. ويكره ترك التهجد لمن اعتاده بلا عذر، ويكره ترك التهجد لمن اعتاده بلا عذر، بلا عذر مرض او سفر او شيء من هذا. يبقى اللي اعتاد، لان شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذم رجل من الصحابه قال كان يقوم الليل ثم تركه، مش كده؟ يبقى ذمه، فعلشان كده الذم ده يقتضي الكراهه، ما يقتضيش التحريم. ليه؟ لانه متعلق بايه؟ بسنه، مش متعلق بواجب، فلا تعلقي بسنه صرفت الذم الى الكراهه بدلا من ايه؟ من التحريم. ويكره ترك التهجد لمن اعتاده بلا عذر، ويسن بقى للي هو متعود على التهجد القيلولة، انه يقيل شوية يستريح في اثناء النهار شوية عشان ده يعينه على قيام الليل، انما ما ياخد اليوم بتاعه من اول الفجر كده ورا بعضه صاحي في نشاط لحد ما يصلي العشاء، ده من مجهود طول النهار، يجي ينام ما يقدرش يقوم الا على الفجر. ليه؟ لانه مجهوده تعب. انما اللي متعود على صلاة التهجد ده يفضل ليه ان هو يقيل شويه، يعني يكسر ينام شويه في النهار، يا اما بين الظهر والعصر يا اما قبل الظهر بحوالي ساعه ساعه ونص كده ينام له شويه اذا كان وقته يسمح. دي سموها القيلوله، ودي بتعينه على قيام الليل زي السحور ما يعينه على الصيام. يبقى القيلوله تعين على قيام الليل، والسحور في الليل يعين على صيام النهار. فبيقول هنا ايه، ويسن للمتهجد القيلولة وهي النوم قبل الزوال، وعند المحدثين إنها الراحة قبل الزوال ولو بلا نوم، يعني ولو بلا نوم يعني ولو تمد جسمك كده مش شرط تروح في النوم، وهي بمنزلة السحور للصائم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم استعينوا بالقيلولة على قيام الليل وبالسحور على صيام النهار. ويكره قيام ليل يضر، يكره قيام ليل يضر، يعني يقيم الليل على طول ويبقى نومه في الليل قليل، والناس تشوفه كده يلاقوه ضعف وماشي طول النهار كده مهزوز وعنده هزلان وهيبتدي يعيا بقى، والناس تقول له ليه كده ضعفت ليه، يقول لك انا بقيم الليل، لا كده مكروه بقى. يبقى يكره قيام الليل ليضر، يبقى يختار من قيام الليل الحاجه اللي افضل حاجه، يقسم الليل اسداس وينام 3 اسداس، يعني ينام نص الليل ويقوم السدس الرابع والخامس يقيم الليل، والسدس السادس ايه اللي هو التلت الليل يعني يقيمه، والسدس السادس اللي هو قبل الفجر بحوالي ساعة ساعة ونص ينام تاني، بحيث يصحى لصلاة الصبح نشيط ويقدر يقعد بعد كده.
دي افضل ايه طريقه. ويكره قيام ليل يضر، واما قيام ليل لا يضر فلا يكره ولو في ليال كامله. افرض بقى في ليالي كامله كده تقدر تقيم الليل كله وما تنضرش، زي في رمضان ربنا بيصب عليك شويه نشاط كده، تلاقيك كده في العشر الاواخر ببركه الشهر وببركه اجتماع الناس في المساجد وببركه الاعتكاف، تلاقي نفسك تقعد من العشاء للفجر عادي، وتاني يوم تبقى نشيط برضه. يبقى لا يضر ده لو كان ايه، لو كان في بعض الاوقات مش طول العام يعني. أما قيام ليل لا يضر فلا يكره ولو في ليال كاملة، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل كله. ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. افرض هو بقى بيخصص ليلة الجمعة من بين الليالي بالذات ظنا منه أن قيام الليل في ليلة الجمعة أفضل منه من سائر الليالي، يبقى هنا مكروه. لكن افرض أجازته بتبقى يوم الجمعة وهو بيقدر يسهر يوم الجمعة علشان ما عندوش شغل الصبح، يبقى له أن يقيم ليلة الجمعة، ما يعتبرش خصصها لأن وقته كده. لأن ده لو كان أجازته يوم السبت كان هيقيم يوم السبت، واخد بالك؟ لو كان أجازته الحد كان هيقيم اليوم اللي قبله، لو أجازته الاثنين هيقيم اليوم اللي قبله. يبقى لم يقصد الجمعة لذاتها لكن قصدها لعلة فيها غير كونها جمعة، وهي إنها يوم أجازة. يبقى في الحالة دي ما تقدرش تعبر عن الكراهة هنا مطلقة، لا، كراهة امتى؟ لما يظن ان ليلة الجمعة لها فضيلة زائدة في قيام الليل عن سائر الليالي فيخصصها لفضل فيه، نقول له لا كده لا مكروه بقى. لكن فضيلة ليلة الجمعة لها فضيلة زائدة عن سائر الليالي في الصلاة على النبي، فلو ان هو يسهر ليلة الجمعة كلها يقعد يصلي على النبي ليخصصها بالذات كده. ما نجيش بقى قاعد وهو كل يوم جمعة بالليل يقعد يصلي على النبي يقرا كتاب دلائل الخيرات ولا يقعد يقرا حاجه، معود نفسه كده. انا كان والدي الله يرحمه كان كده كل ليله جمعه بعد ما يصلي العشاء يوم الخميس وليله الجمعه يقعد يمسك دلائل الخيرات يختمها، وطول اسبوع ما بيقراهوش عشان ليله زائده. فما تقدرش تقول لواحد متعود الحكايه دي لا ما تخصصش ليله الجمعه، ليه؟ لان ليله الجمعه الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى بالصلاه والسلام عليه خصوصا، فهمت ازاي؟ لفضيلة زائدة فيها. يبقى ساعتها ما تقولوش لا، انما تقول للتاني مكروه انك تخصص ليلة الجمعة لقيام الليل دون سائر الليالي ووقت يسمح في ليالي اخرى ظنا منك ان ليلة الجمعة في قيام الليل فيها فضيلة زائدة عن سائر الليالي، نقول له لا، ده كده انت كأنك بتزيد بتجو تجيب علم جديد. الرسول ما قالش ان قيام الليل ليلة الجمعة له فضيلة زائدة عن سائر الليالي، فانت كانك اما تعمل كده كانك بتقول علم جديد لم ياتي به الوحي. هنا الكراهه جت، فهمت؟ لكن انت زي ما قلت لك لو اجازتك بتبقى يوم الجمعه زي اجازه معظم المصريين يوم الجمعه دلوقتي، فيجي يوم الخميس بالليل براحته بقى ممكن يقيم الليل على اساس ان هو ما عندوش شغل بكره، يقدر يصلي الفجر وينام براحته اليوم اللي صلاه الجمعه يقوم يقيم الليل. ده ما تقدرش تقول له مكروه، خد بالك ازاي؟ ما تقدرش تقول له مكروه. احسن، اصل في عيال وهابيه عملوا كده ببعض الناس، منعوهم من قيام ليلة الجمعة وهم كانوا متعودين. ليه؟ لأنه بيقول لك مكروه، هو مكروه تخصيص ليلة الجمعة لاعتقاد أن فيها فضيلة زائدة بس. ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره خصوصا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فائدة، ذكر بعضهم أن المتهجد يشفع في أهل بيته، يعني من ثواب التهجد ان ربنا يجعلك تشفع في اهل بيتك. وحكي ان الجنيد رؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك يا جنيد؟ فقال طاحت تلك الاشارات، اي هلكت، ولم تنفع تلك الاشارات التي كنا نشير بها للناس فلم نجد ثوابها، وغابت تلك العبارات، اي ذهبت، ولم تنفع تلك العبارات التي كنا نعبر بها للمريدين فلم نجد ثوابها، وفنيت تلك العلوم التي انعدمت، ولم تنفع تلك العلوم التي كنا نعلمها للتلامذة فلم نجد ثوابها، ونفدت تلك الرسوم، أي فرغت، ولم تنفع تلك الرسوم التي كنا نرسم بها للمترددين إلينا فلم نجد لها ثوابا، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها عند السحر والناس نيام فوجدنا ثواب تلك الركيعات. فالمقصود من ذلك أن هذه الأمور لم نجد لها ثوابا لاقترانها برياء أو نحوه، إلا الركيعات المذكورة للإخلاص فيها، وإنما قال ذلك حثا على التهجد
وبيانا لشرفه، وإلا فيبعد على مثله اقتران عمله برياء أو نحوه مع كونه سيد الصوفية. يبقى هو بيقول كده حتى بيعلم وهو في الرؤية. يبقى الإمام الجنيد حتى في الرؤية جاي يعلم التلميذ اللي شافه في الرؤية برضه. يبقى هو عايز يحسه على قيام الليل، يعني بيقول له ما وجدنا الثواب أرجح وأقوى من ثواب ركعات كنا نصليها في الليل. إنما الكلام اللي بنقوله لبعضنا والدروس اللي بنديها حظ النفس داخل فيها برضه، منها الشهرة، منها طلب السمعة، منها ومنها، فممكن لا تسلم النفس منها. لكن بالليل دي الخالصة لله دي يعني خالصة خالص. وبالتالي هو يريد أن يحثه على العمل الذي يكون فيه سر وفيه إخلاص. أما بيقول النفل المطلق، النفل هو لغة الزيادة، النفل لغة الزيادة، مش كده برضو؟ وساعات تيجي في لغة ابن الابن، ابن الابن بمعنى نافلة برضو. مش ربنا بيقول ايه؟ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، ويعقوب ابن ابن، يعني سماها نافلة ابن ابن. واضح؟ يبقى النافلة هي ايه؟ الزيادة مطلقة شرعا. وشرعا بقى ما رجح الشرع فعله وجوز تركه، ده تعريف النفل شرعا. اللي هو احنا عندنا في الشافعية النفل والسنة حاجة واحدة، اللي هو طلبه الشارع طلبا غير جازم، ويثاب فاعله ولا يأثم تاركه، يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. وقوله المطلق، اما يقول نفل مطلق يعني ايه؟ مطلق يعني غير مقيد بوقت، ده معنى المطلق، أي الذي لم يقيد بوقت ولا سبب. وقوله في الليل أي حال كونه في الليل، وإن لم يكن تهجدا، كأن لم يكن بعد نوم. يبقى لو ما كانش بعد نوم يبقى في الليل برضه، بس مش تهجد. وقوله أفضل من النفل المطلق في النهار، أي أكثر ثوابا من النفل المطلق حال كونه في النهار، لكونه في الليل أبعد عن الرياء، والأفضل أن يسلم فيه من كل ركعتين. يبقى النفل المطلق في الليل الأفضل فيه أن يصلي ركعتين 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 ويسلم في كل ركعتين. وإذا نوى عددا فله تشهد في كل ركعتين أو أكثر، ولا يجوز أن يوقع ركعة منه بين تشهدين غير الركعة الأخيرة، فيبطل بشروعه في التشهد الثاني عمدا، لأن ذلك لم يعهد فيه. يعني ممكن ينوي عدد معين، ينوي زي ما اتفقنا ممكن يصلي 11 ركعة بتكبيرة إحرام واحدة في الليل، ممكن يعني يقول كده نويت صلاة 11 ركعة قيام الليل الله أكبر، ويصلي ركعتين وكل ركعتين ركعتين بدون تسليم، بس مع كل ركعة تانية يقرأ تشهد أوسط، مع كل ركعة تانية يقرأ تشهد أوسط كويس، ويجي في الركعة العشرة يقرأ تشهد أوسط، وفي الحداشر يجيب تشهد إيه؟ الأخير. يبقى كده ماشي. وله إن هو يعمل إيه؟ ما يقراش تشهد خالص ويجيبهم ويقرأ تشهد أخير في الركعة الأخير، وله ما يقراش تشهد آخر ويقرأ تشهد أوسط في الركعة العشرة وتشهد كامل في الركعة الأخير. كل دي الكيفيات جائزة. ولا يجوز أن يوقع ركعة منه بين تشهدين غير الركعة الأخيرة. يبقى ما ينفعش يوقع ركعة بين إيه؟ تشهدين. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أصلي 7 ركعات مثلا واجي في الركعة الثانية أقرأ تشهد أوسط، والركعة الثالثة أقرأ تشهد أوسط، والركعة الرابعة أقرأ تشهد أوسط وامشي. يبقى التشهد هنا الثالثة دي التشهد اللي عملته فيها ده يجعله باطل، لانها لا يجوز التشهد بين تشهدين الا في الركعه الاخيره بس، ودي مش ركعه اخيره. فهمت الصوره دي؟ يبقى ما ينفعش الا في الركعه الاخيره. التشهد في الركعه العشره وال11 او المثنى مثنى، لكن لا يوقع تشهد بين ركعتين، يعني لا يوقع ركعه بين تشهدين، واخد بالك ازاي؟ الا لو وبعدها تشهد الا ما يكون الاخير. فهمت بقى المساله؟ فيبطل بشروعه في التشهد الثاني عمدا، لأن ذلك لم يعهد فيه. يعني أنا نويت أصلي 5 ركعات، جيت في الركعة الثانية قريت تشهد أوسط، جيت في الثالثة قريت تشهد ثالثة وأنا ناوي 5، يبطل خلاص، الباقي يبطل بالشروع فيه. خدت بالك؟ يبقى ينعقد ركعتين بس.
فهمت بقى المسألة؟ وبعد كده أسلم بقى وأجيب 3 ركعات لوحدهم بتكبيرة جديدة. أما غير النفل المطلق من الفرائض والنفل غير المطلق فقال الرمل يبطل أيضا بذلك. أما غير النفل المطلق من الفرائض، من الفرائض كان يكون منذور، نذر أن يصلي 3 ركعات لله، فهيعمل هنا إيه؟ هيجيب ركعة، واخد بالك، الأخيرة وقبلها تشهد، مش كده برضه زي المغرب، لأنها منذورة هنا. والنفل غير المطلق، الإمام الرملي قال برضه يبطل أيضا بذلك، وقال ابن حجر لا يبطل به في الفرائض، لأنه عهد فيها في الجملة كما في المغرب. يعني قال لو نذر 3 ركعات وصلاهم زي المغرب، ابن حجر قال لا يبطل، لأن معهودة الحكاية دي في المغرب وهي فريضة، مش كده برضه؟ ده كلام ابن حجر. لكن الإمام الرملي قال لا برضه، لا برضه ما ينفعش. والنفل وسط الليل أفضل، أي النفل في وسط الليل أفضل منه في طرفيه، فوسط منصوب على الظرفية. وقول ثم آخره أفضل، أي ثم النفل في آخر الليل أفضل منه في أوله، وهذا أي كون النفل وسط الليل أفضل وفي آخره كذلك. وقول لمن قسم الليل أثلاثا، الليل تعرفوا عدد ساعاته إزاي؟ المغرب بيدن على الساعة، والساعة مثلا 5، والفجر بتدن على الساعة 5، كويس؟ يبقى تبدأ عدد ساعات الليل من الساعة 5 وتنتهي الساعة 5 الفجر، يبقى كده عندك 12 ساعة، كويس؟ يبقى الليل كله عندك 12 ساعة، 12 ساعة على 3 يبقى 4 ساعات، 4 ساعات، 4 ساعات دي أثلاث. يبقى أما تحسب 4 ساعات من بعد صلاة المغرب، يبقى هنا يبدأ التلت الأولاني يخلص الساعة 9 بالليل، وتبدأ في التلت الأوسط، تبدأ من 9 بالليل يخلص 1، مش كده برضو؟ ده في التلت الأوسط، والتلت الأخير يبدأ من الساعة 1 يخلص على أذان الفجر. ده تقسيم الليل. لو قسمناه نصين يبقى نحط 6 ساعات، يبقى يبتدي يخلص النص الأول الساعة 11، وأبدأ في النص الثاني من بعد الساعة 11. سهلة الحكاية؟ وأما من قسمه أنصافا فالنفل في آخره أفضل منه في أوله، والأفضل من ذلك كله أن يقسمه أسداسا فينام 3 أسداس، يعني النص الأولاني يناموا على بعضه، ينام نص الليل الأولاني على بعضه، ويقوم السدس الرابع والخامس اللي هو التلت بقى، ما هو السدسين يبقى تلت، مش كده برضه؟ ويقوم السدس الرابع والخامس وينام السادس ليقوم للصبح بنشاط. يبقى معناه هيقسمه هنا أسداس، يعني ساعتين ساعتين ساعتين، إذا كان 12 ساعة ساعتين ساعتين ساعتين، هينام أول 6 ساعات ويصلي قيام الليل في الـ4 ساعات اللي بعدهم، وينام ساعتين قبل الفجر. فهمت الطريقة؟ يبقى كده دي أفضل تقسيم. ساعتها لما يبقى نايم ساعتين قبل الفجر كمان و6 ساعات في أول الليل، يقوم يصلي الفجر نشيط، ويقعد يقول الأوراد بتاعته، ويطلع على صلاة على شغله، تلاقيه نشيط مش باين عليه حاجة، ولا تعبان، ولا يقول للناس سندوني أنا أصلي صليت بالليل طول الليل، ويقعد بقى إيه يصلبط على الناس، والناس بقى إيه يعني دموعها تفر منه. والثاني أي من الـ3 نوافل المؤكدات صلاة الضحى، أي الصلاة الواقعة في الضحى، وهو وقت ارتفاع الشمس. الضحى هو وقت إيه؟ ارتفاع الشمس. عشان كده سماها إيه؟ قال إيه؟ الأضحية أو الضحية. الضحية أو الأضحية جاية من وقت ذبحها، لأنها بتذبح في الوقت ده، فتسمت في وقت إيه؟ في وقت إيه؟ الضحية من وقت الضحى، واخد بالك؟ الواقعة في الضحى، وهو وقت ارتفاع الشمس، فالإضافة إلى الضحى لفعلها فيه، وهي وهل هي صلاة الإشراق أو غيرها؟ في ساعات ناس يقول لك ما تصلي سنة الإيه؟ الشروق، مش كده برضه؟ هل سنة الشروق دي سنة منفصلة غير صلاة الضحى، ولا هي صلاة الضحى؟ وجهين عندنا، الراجح إن هي صلاة الضحى، إن ليها اسمين، سنة إشراق أو سنة ضحى، ده الراجح. وبعض العلماء قال لك لا، سنة الإشراق دي منفصلة عن الضحى، ودي بتتصلى بعد شروق الشمس ركعتين منفصلة غير صلاة الضحى. الذي في شرح الرملي أنها هي، يعني الإشراق والضحى هي وعبارته، وهي صلاة الإشراق. يبقى الإمام الرملي في الشرح بتاعه قال
ان ايه، ان صلاة الاشراق هي صلاة الضحى، كما افتى به الوالد اللي هو ابوه الشيخ احمد ايه الرملي، لان ابوه كان عالم كبير من علماء الشافعية، وابنه اللي هو محمد الرملي بقى تلميذ والده، صار شيخا كبيرا في المذهب الشافعي، حتى انه كانوا يسموه الشافعي الصغير. وكان الشيخ الطبلاوي الكبير كان يحضر متخفيا في اخر الدرس، عشان لانه هو من اقران ابوه، وبعدين يحضر دروس مع الرملي الصغير، فيقولوا له بتحضر له ليه وانت راجل شيخ كبير كبار، انت قد والده، يقول اني استفيد منه. فكان عشان ما يحرجوش يحضر في اخر الجامع كده ويقعد من بعيد. ده الامام الرملي اللي هو ايه صاحب الشرح. الامام الرملي ده قال ايه، وهو من علماء مصر، منسوب لرملة لنجد، رملة لنجد قرية في المنوفية، فهو سموه الرملي نسبة للبلد اللي جاء منها اللي هي رملة لنجد. قال ان الضحى والاشراق حاجة واحدة، كما افتى به الوالد اللي هو والده، وان وقع في العباب انها غيرها. وقال ابن حجر انها غيرها في العباب. العباب ده كتاب هقول لك انا اصله وفصله. العباب ده شوف بقى يا سيدي، هقول لك عندنا ملخص كده جميل. هقول لك كتب الشافعية كلها ونقف عند دي بالمرة عشان تعرفها يعني، لأن ساعات تقعد تعرف كتب الشافعية تلاقي كلام كتير متعلق. كنت أنا لخصتها في ورقة لعلي أجدها الآن إن شاء الله. راحت فين؟ آه دي الصورة بتاعتها. على أي حال شوف يا سيدي، العباب ده، شوف كتب مذهب الشافعي عبارة عن أربعة، اكتب ورايا المعلومات دي عشان تحافظ عليها، لأن أنا تعبت على ما جمعتها. كتب المذهب الشافعي أربعة: الأم، والإملاء، والبويطي، ومختصر الموزني. دول أصل الأصل بقى في المذهب الشافعي. الأم طبعا الإمام الشافعي، والإملاء برضو كان حاجات بيمليها الإمام الشافعي فسمي الإملاء لأنه كان يمليه بفمه فيكتب من خلفه. والبويطي ده راوي المذهب الشافعي، الإمام البويطي برضو من الكتب. ومختصر الموزني برضو ده من رواة المذهب، وقيل إن مختصر الموزني هو مختصر الأم، قيل، وما رواه من كلام الإمام الشافعي. الأم اللي هو كتاب الأم للإمام الشافعي. إمام الحرمين اللي هو الإمام محمد الجويني شيخ الإمام الغزالي اختصر الكتب الأربعة دي كلها في كتاب سماه النهاية، وشرح فيه بعض الشروح، وعبارة ده عن 8 أجزاء. النهاية للإمام الجويني اختصر فيه الأربع كتب دي الأمهات، وشرح فيها أشياء كثيرة وسماه النهاية. ده الإمام الجويني. جاء تلميذه الإمام الغزالي صاحب كتاب الإحياء اختصر النهاية في كتاب سماه البسيط. البسيط الإمام الغزالي صاحب الإحياء اختصرها في البسيط، ونفس الإمام الغزالي اختصر البسيط في الوسيط، كتاب سماه الوسيط. وبعدين اختصر الوسيط تاني في كتاب الوجيز. كل ده الإمام الغزالي. وبعدين اختصر الوجيز بعد كده كمان وسماه الخلاصة. كل ده شغل الإمام الغزالي، الخلاصة. الوجيز بقى خد بالك، الوجيز شرحه الرفعي واختصروا الرفعي. يعني الوجيز جه الرفعي راح شرحه واختصروا، عمل اختصار منفصل سماه المحرر، وعمل له شرحه شرحان، شرح كبير سماه العزيز، وشرح صغير ولم يسمه، وقيل انه سماه الوضوح،
عبارة عن 6 مجلدات، ده الشرح الصغير. قيل اسمه الوضوح. والكبير سماه العزيز، العزيز في شرح الوجيز سماه كده الشرح الكبير. احنا هنصور لكم الورقة دي، اسمعها وخلاص، نصور لكم الورقة دي. لسه ما جيناش عند العباب. ما انا هجيب لك بقى، عشان اجيب لك العباب لازم احكي لك القصة دي كلها. نمسك بقى سلسلة الشروح بتاعت الرفعي. لما شرح كتاب العزيز، شرح الايه الوجيز في العزيز، قال الامام القزويني اختصروا في كتاب سماه الحاوي الصغير، اللي نظمه ابن الوردي في كتاب البهجة، عبارة عن 5000 بيت شعر، اختصروا شعرا، اختصر الحاوي الكبير في البهجة شعرا 5000 بيت. ده مين اللي اختصرها؟ ابن الوردي، نظم شعري 5000 بيت سماه البهجة. اللي شرحها الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، شرحين، واحد منهم مطبوع وعبارة عن 5 مجلدات موجود، اللي هو شرح البهجة لزكريا الأنصاري. كويس. الحاوي الصغير ابن المقري اختصره وسماه الإرشاد. يبقى الحاوي الصغير ابن الوردي حوله لشعر سماه البهجة، والمقري اختصره في الإرشاد. عشان كده ساعات يقول لك قال في الإرشاد، يبقى تعرف الإرشاد أصله جاي منين. وساعات ما يقول لك قال في البهجة وقال في شرح البهجة، يبقى ما يقول قال في البهجة يبقى ابن الوردي، قال في شرح البهجة يبقى زكريا الأنصاري. فهمت بقى المسألة بقى ماشية ازاي؟ طيب نيجي بعد كده كتاب العزيز، نرجع له تاني. احنا وقفنا عند الوجيز، اختصروا الرفعي في كتاب سماه العزيز. لا، اختصروا في المحرر، سيبنا من المحرر بقى، رجعني وشرحوا في كتاب كبير سماه العزيز. كويس. احنا بقى في سلسلة الشروح دي. العزيز مسكوا القزويني اختصروا في الحاوي الصغير، ومسكوا الامام النووي اختصروا في الروضة. الإمام النووي اختصر كتاب العزيز ده في كتاب سماه الروضة، روضة الطالبين، وده مطبوع في 4 مجلدات، بيباع الآن. الروضة للإمام النووي، تروح تشتريه، 4 مجلدات. ده عبارة عن مختصر الشرح الكبير اللي هو كتاب العزيز للرفع. لا لا، اختصره ابن المقري. لا، القزويني غيره، غير الامام الرافع. ده تلاقيه بلدياتكم من اذربيجان. بلدياتكم. يمكن جدك. يلا. يبقى ايه؟ الامام النووي اختصر الشرح الكبير العزيز في كتاب سماه الروضة، وده مطبوع في 4 مجلدات. اختصرها الامام الازروعي، خد بالك، الامام الازروعي مسك الروضة ومسك الكتاب الايه؟ العزيز، واختصر وشرح. يعني مسك الروضة للإمام النووي، مسك العزيز للإمام الرافعي نفسه اللي هو الأصل، قعد يختصر ويشرح ويختصر ويشرح من الاثنين في كتاب سماه التوسط بين الروضة والشرح للإمام الأزرعي، وده أكتر من 30 مجلد ولم يطبع. ده كتاب ضخم جدا، من أضخم كتب الشافعية بتاع الإمام الأزرعي. كويس. جاء بقى شرح الامام الازرعي بال30 مجلد، جاء الامام الاسناوي وابن العماد والبلقيني حشوا عليه التوسط بين الروضة والشرح للازرعي، ده اكتر من 30 مجلد. حش على الشرح بتاع الازرعي ده الامام الاسناوي وابن العماد والبلقيني، حشوا عليه، ولخص حواشيهم كلهم الامام الزركشي في كتاب سماه خادم الروضة. فهمت بقى؟ الإمام الزركشي ده من علماء مصر المشهورين، فاختصر كل الحواشي دي في كتاب سماه خادم الروضة. نيجي تاني، لسه ما وصلناش للعباب، خد بالك هنوصل للعباب، قربنا. الروضة بتاع الإمام النووي اختصرها الإمام السيوطي في كتاب سماه الغنية. الإمام السيوطي اختصر الروضة في كتاب سماه الغنية، واختصرها الإمام ابن المقري
ابن المكري اللي هو بتاع الارشاد، اللي عمل الارشاد من الحاوي الصغير، جاء في الروضه بتاعت الامام النووي برضو اختصرها وسماها الروض، مش الروضه اختصارها لفظا، الروض فسمى الروض عشان يبقى الاسم كمان مختصر. ده ابن المكري كويس. ابن المكري بقى اختصر الروض في كتاب سماه العباب، اهو العباب اهو، قال في العباب. يبقى مين اللي قال في العباب؟ ابن حجر. ابن حجر، ابن حجر اختصر الروض بتاع ابن المكري في كتاب سماه العباب. ابن حجر مين؟ الهيتامي، مش العسقلاني، ابن حجر الهيتامي. فهمت ازاي؟ يبقى ابن حجر اللي قال في كتاب، لا استنى، لا مؤاخذة، استنى، لا صلح نفسك، الروض اختصرها ابن حجر الهيتامي في النعيم، والكتاب ده فقد في حياته، والروض نفسه شرحها زكريا الأنصاري في كتاب اسمه الأسنى. الأسنى، خد بالك، اسمه أسنى المطالب. ده عبارة عن 4 أجزاء وعليه حاشية لشهاب الدين أحمد الرملي، أبو محمد الرملي صاحب الإيه؟ نهاية المحتاج. كويس؟ ده الأسنى. يبقى إحنا خلصنا إيه؟ سلسلة الروض كده. اختصرها ابن حجر الهيتامي في النعيم. وشرحها ابن زكريا الأنصاري في الأسنى. كويس؟ نيجي بعد كده بقى للروضة تاني، اختصرها أحمد الزبيدي، أحمد بن عمر الزبيدي في كتاب سماه العباب، هو ده بقى. يبقى الروضة اختصرها أحمد بن عمر الزبيدي في كتاب سماه العباب، شرح ابن حجر في كتاب سماه الإيعاب، يبقى الإيعاب في شرح العباب لابن حجر الهيتام، والعباب عبارة عن اختصار الزبيدي أحمد بن عمر الزبيدي للروضة، والروضة عبارة عن اختصار النووي لكتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي اللي هو العزيز، والشرح الكبير عبارة عن شرح الإمام الرافعي للوجيز بتاع الإمام الغزالي، اللي هو اختصر فيه الوسيط، واللي اختصر الوسيط من البسيط، واللي اختصر البسيط من النهاية، والنهاية اللي هي عملها الجويني من ال4 مجلدات الأولى الكتب الأصلية في فقه الشافعي كله. كويس؟ كده انت تقريبا عرفت الدنيا ماشيه ازاي. اختصار الرفعي بقى للوجيز، اختصر المحرر، اختصر الوجيز في المحرر الامام الرافعي. قال الامام النووي اختصر المحرر في كتاب سماه المنهاج، منهاج الطالبين للامام النووي، ده مختصر المحرر اللي هو بتاع الرافعي. اختصر المنهاج شيخ الاسلام زكريا الانصاري في كتاب سماه المنهج، منهج الطلاب، وشرحه نفسه، يعني اختصره في منهج الطلاب وجاء شرحه تاني الامام زكريا، شرح مختصره بتاعه وسماه فتح الوهاب شرح منهج الطلاب. قال الامام البجرمي عمل حشية عليه ومطبوعة، حشية البجرمي على منهج الطلاب، ايه، على فتح الوهاب، على شرح منهج الطلاب. خدت بالك؟ المنهج نفسه بقى ده اللي هو بتاع اختصار زكريا الأنصاري للمنهاج، اختصر الجوهري في كتاب سماه النهج، سماه النهج، وكده انتوا نهجتوا. شوف قد ايه بقى مذهب الشافعي مخدوم في الكتب. ده كلهم عالى على الامام في الاول، ما هو طبعا الكل واخد من الامام الشافعي، ما هو عشان كده مذهب الشافعي، ما هو ما حدش مؤلف حاجه. يبقوا صوروا دي على اي حال، يبقى صورها لهم كده المرة الجاية، خليها مع سيدي صورها لكم المرة الجاية ونوزعها عليكم، واديني صورة منها. المجموع بتاع الإمام النووي ده مش مكتوب، ليه؟ لأن جاء الإمام أبي إسحاق الشيرازي عمل كتاب سماه المهذب، ده جمعه من كتب الشافعية كلها وسماه المهذب للإمام أبي إسحاق الشيرازي، مجمعه من كتب مختلفة. كويس؟ المهذب بقى لأبي إسحاق الشيرازي ده جاء الإمام النووي شرحه في كتاب سماه المجموع ولم يكمله، عمل منه 9 أجزاء ومات. جاء الشيخ الشيخ تقي الدين السبكي كمل شرحه جزئين ومات برضه لحد 11.
وفضل مركون لحد ما جه الشيخ محمد نجيب المطيعي في المعاصر لنا، وراجع كله وكمل الشرح لما كمله 24 مجلد، سماه تكملة المجموع في شرح المهذب رحمه الله جميعا ونفعنا الله بعلومهم في الدارين. ونقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله يوم السبت القادم. بس على اي حال معرفتك بسلسله الكتب دي مهمه، عشان لما تقرا في كتب الشافعيه تبقى عارف الكتاب ده تصنيف مين وجاي من اصله منين وكده، فده بيريحك في اثناء الدراسه. ها؟ العباب نشوف في المقدمه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، اللهم يسر امورنا واستر عيوبنا ووفقنا يا رب لما تحب وترضى. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا. Thank you.